12 امبارح سمع في كل حته. المعلومات كل الناس كانت خايفه انها تنشرها، واحنا نشرناها واثبتنا ان احنا رجاله. بس اللي كتب الموضوع ده يا ريس ناديه مش اي رجال. على فكره صفه الرجوله دي تمشي للرجاله والستات. محاضره الاجتماع دي ممكن نكملها في وقت تاني، دلوقتي احنا عاوزين نعرف هنكمل ازاي في موضوع فتح العسال والحكومه ده. تفتكر بعد ما فتحي انكشف هيكملوا موضوع تاكرو ده؟ تهالي هيكملوه، بس نشأت ممكن يطير منها. فتح العسال لسه ليه معاهم فرصه، تهالي هو لعيب جديد مش هينطروه فجاه كده. يعني احنا هنستنى رد فعلهم ايه؟ مش هنستنى كتير قوي يا مدام ناديه. فتح العسال تاريخه اسود ومهبل، بس طالما فتحنا ورايا بقى اطمني، هنفضحه هنفضحه. انا عارف انكم مستغربين ان انا هنا، وعارف برضو انتوا كنتوا بتقولوا عليا ايه كويس، بس عادي اللي عايز يشتم يشتم، انا متعود الم من وراكوا ثواب قد كده. الاستاذ علاء عبد الهادي سابنا من كام شهر عشان يشتغل في الصوت الحر عند جلال مرسي، وكلنا طبعا كنا فاكرين ان هو كان بيشتغل عشان نفسه، انما اللي انتوا ما تعرفوهوش ان هو كان بيشتغل عشان الجرنان بتاعنا. كل المعلومات بتاعت فتح العسال اللي جايبها لنا الاستاذ علاء عبد الهادي، المصدر بتاعنا جوه جرنان جلال مرسي كان الاستاذ علاء عبد الهادي، هو اللي قدر يلعب على جلال مرسي وعلى فتح العسال كمان. اسف اني خبيت عليك. انت كلامك كان مظبوط، الورق اللي ساعتي كنت شغاله عليه كان ورقك انت. جلال مرسي كان عنده حق انه يرفدك عشان انت سرقته وضحكت عليه. انت ما بعتش روحك علشاني ولا حاجه. يا ناديه حرام عليكي، اقسم لك بالله جلال مرسي ده لو كان غلط فيا انا كنت اسايس عادي واكمل معاه، بس لما جاب سيرتك وغلط فيكي ما قدرتش امسك نفسي. شفتي بقى انا ليه كنت بقول لك تصبري على جوزك يا ناديه؟ انتوا الاثنين اساسا جوز كدابين ومش هشتغل معاكوا تاني. هو انت هتخلصي منه هتقلبي عليا انا؟ انت اللي مشغله؟ يا بنت انا كنت خايف عليكي، كنت خايف اقول لك. برضك يا علاء انت كدبت عليا. ليه ما قلتليش على اللي في دماغك؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ يا ناديه لا، هو مش بيثق فيكي، علاء عارفك كويس وكان خايف انك ترفضي حتى لو ده في صالحنا كلنا. الكلام ملوش لازمه خالص دلوقتي. احنا من دلوقتي لازم نبتدي صفحه جديده، خلاص مفيش وقت. لا في نص ساعه تعزمنا فيها على العشاء. نص ساعة ايه؟ احنا نشرب شوربة؟ الراجل ده هيفضل يعزمنا طول الليل، هنطلب نطلب نطلب وفي الاخر هو اللي هيحاسب. يا بنتي انت ما بتهمديش. ايه يا جواحة؟ خلاص لما نتفق بالليل وانا في ديك الساعة. قول لنا بقى يا ريس بقى هنعمل ايه في موضوع فتح العسال ده؟